فالله يكفيه. ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه. ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. من أراد مؤنسا فالله يكفيه. ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه. ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه. ابن آدم، ابن آدم، نبكي على الدنيا نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا. من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحد ضيق؟ خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من العليم؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الجليل؟ من الجليل؟ من القدير؟ من الوكيل؟ من المقيت؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. وأنا أقول لأمريكا من هذا المكان، لا تتعبي نفسك، فكم حورب الإسلام وانتصر الإسلام. الإسلام لا يحارب يا أمريكا. انظري إلى روسيا من قبلك، روسيا حاربت الإسلام حتى سنة 70، من سنة 55 إلى سنة 70 وهي تحارب الإسلام. فتحت السجون وفتحت المعتقلات واعدمت ابطال الاسلام وثارت الرعب في قلوب الناس جميعا، ومع ذلك ظل الاسلام هو كما هو. فارحي نفسك يا امريكا، لا تحارب الاسلام، وان اعوانك وعملائك لن يضر الاسلام شيئا، لان الاسلام له رب اسمه الله، اسمه الله، اسمه الله، اسمه الله، لا إله إلا الله. أمريكا،
امريكا ترفع المعونة من 36 مليون دولار الى 45 مليون دولار لمصر. لماذا؟ لتساهم في رغيف العيش، لتساهم في مواد التموين للفقراء. 45 مليون دولار امريكاني تدفع الى مصر لتحديد نسل المسلمين، لتحديد نسل المسلمين بالذات، المسلمين بالذات. ويقترح احد الجهلة فيقول امنعوا الولد الرابع من التمويل، من ولد له ولد رابع فامنعوه من السكر والزيت، امنعوه من الشاي، لا تصرفوا له سكرا ولا شايا ولا زيتا ولا صابونا حتى يقطع رزقه. وانا اقول لذلك الجاهل الحاقد الفاجر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا رازق الا الله، لا معطي الا الله، لا رافع الا الله. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، الا على الله رزقها، لا على امريكا ولا على فرنسا ولا على انجلترا، انما على الله رزقه. نحن مؤمنون، نحن مسلمون، نحن موقنون، نحن موحدون. اريحي نفسك يا امريكا، اريحي نفسك، اريحي نفسك يا امريكا. دخلنا السجون ومليئة السجون، ومع ذلك مات من مات، ومرض من مرض، وسافر من سافر، وبقي الاسلام كما هو يقول لا اله الا الله. اللهم انصر ديننا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ارفع شأننا، اللهم ارفع شأننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، شفي القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار.